السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله جاي جايب لكم بحاجة كده اهوت، هي هنحل بيها مشكلة. المشكلة دياتي بتقابلنا كلنا، والمشكلة دي هي عبارة عن المكوة. تمام، انت المكوة دي بتستخدمها فترة وبعد كده تلاقي وساخة في المكوة من تحت وسوداد والكلام ده. طيب احنا بقى ازاي نتخلص من الموضوع ده؟ تمام، تعالوا استنونا بقى ايه، نشوف مع بعض ازاي هنتخلص من الموضوع ده. هنعمل ايه؟ هناخد شوية ملح. تمام، شوية ملح زي ما انتم شايفين كده، وهنحطها على المكوة. تمام، نفس بالشكل ده. تمام كده، وهنجيب ونحطها على المكوة بالشكل ده، وهنجيب فوطة هتبقى مبلولة بشوية مية. هنبلها شوية بشوية مية هنبل الفوطة بشوية مية. تمام، بلينا الفوطة بشوية مية، وهنيجي هنمسك الفوطة ونيجي على الملح ونفضل ندعك كده. تمام، المكوة بالشكل ده. تمام، ندعك الملح كويس زي ما انتوا شايفين. المكوة ايه، ابتدت تنضف. تمام ماشي، شوية كده المكوة ابتدت تنضف ويروح منها الوساخة بتاعتها. تمام، طيب نعمل ايه بعد كده؟ نحط شوية ملح تاني. نحط شوية ملح تاني ونكمل بفوطة بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. اوكي، كده ايه، المكوة نطفت وراح منها السوداد اللي كان فيها. دي النتيجة اللي هي بعد ما عملنا الوصفة بتاعتنا. طبعا السوداد راح. بعد كده لما تيجي هتروح هتشطفها بشوية مية. تمام، تشطفها بشوية مية وإيه تاني، أنا هروح أشطفها بشوية مية وأرجع لكم تاني. انا كده ايه شطفتها بالمية. تمام، ودي كانت النتيجة بتاعتنا. شفتوا كان طبعا فيها سوداد وبتاع وساخة بشوية الملح، الكلام ده راح. ولو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.